يعني هو أولا وعد من لا يملك لمن لا يستحق. بريطانيا لا تملك فلسطين حتى تتصرف فيها لمن لا يستحق. هؤلاء الذين احتلوا الآن يحتلون فلسطين ليست لهم أي علاقة بهذه الأرض. فلسطين هي أرض العرب منذ آلاف السنين، منذ الكنعانيين ومنذ اليابوسيين إلى آخره. بريطانيا أصدرت وعد في 1917 لليهود لإعطائهم أرض فلسطين. هذه السنة تمر 100 سنة على هذا الوعد. سوف نعمل على إحياء الذاكرة العربية والذاكرة الإنسانية بصفة عامة حول الجرائم التي ارتكبت على امتداد 100 عام كاملة. يعني شعب فلسطين يلقى روحه بين قبضتين، قبضة الجيش البريطاني وقبضة العصابات الإرهابية. لذلك فإن الكيان الصهيوني منذ نشأته هو كيان إرهابي قائم على الدم. هذه السنة وبمناسبة هذه المئوية سوف يستمر نشاطنا ل 365 يوم. سوف نعمل على تذكير الناس بهذه المأساة. سوف نعرض أشرطة، سوف نعرض نصوص، سوف نعرض كل ما من شأنه أن يذكر الناس، وهذا يدخل في إطار عدم النسيان وفي إحياء الذاكرة. سوف نعمل أيضا على الحديث عن القدس و الاحتفال بالقدس وتذكير ما هي القدس، هذه المدينة العالمية التي احتضنت الأديان السماوية 3. سوف نتحدث عن موضوع الدعم العالمي والشهداء الذين يعني قاتلوا من أجل فلسطين وعلى أرض فلسطين. هؤلاء يتهربون من تحمل مسؤولياتهم، نحن سنلاحقهم، سوف لن نصمت، سوف نتابع الضغط حتى يعترف النظام التونسي بأنه الكيان الصهيوني قد اعتدى على الأمن التونسي، الأمن الوطني في تونس، والكيان الصهيوني قد اعتدى على سيادتنا، والأمن الصهيوني قتل مواطنا تونسيا متعاطفا ومتضامنا بل مناضلا من أجل فلسطين. وهذا شيء طبيعي جدا باعتبارنا احنا تونس جزء من هذه الأمة، وقضية فلسطين تهمنا باعتبارها قضيتنا. سوف لن نسكت، سوف لن نصمت، سوف ندفع الحكومة إلى الاعتراف بأنها أخطأت عندما تلكأت وتتباطأ الآن حتى يعني تقوم بواجبها في الدفاع عن الأمن والدفاع عن مواطنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قامتها بقوة الحديد والنار للسؤال الأولاني. السؤال الثاني، إذا كان اتفق الناس على أن ارتكبت هذه الجريمة عندما أصدرت وعد